حالات فرديه يعني انت حطيت الاستاذ وائل في الوش واحنا وراه. انا بقى ناقل للفتح في ناقل للحدث. ايه ده يعني ايه معناها ان انفخ عيل ففجر امعائه؟ يعني وصلنا حتى مش اغتصاب عيل، ده احنا بنعذبه نحط فيه المنفاخ. ايه اللي احنا بنوصل له ده؟ واحده تسم جوزها عشان فقد شقه بقال، قعدت 5 ايام مستنياه كل يوم، ده عندها عذر شرعي، عذر شرعي في الاخر خافت، ما هي فقد شقه بقال، حطت له السم وقتلته. ده في موضوع بقى السم ده كتير، وفي زوجه تانية برده قتلت جوزها عشان كان بيضربها فسميته، وعندي طبيب بيصور المرضى بتوعه ومن غير ما يعرفه. كلمي بقى شويه عن اللي احنا بنسمعه ده. اللي انت بتسمعه هتسمعه مني تاني. اين الخلل؟ الخلل اصبح يعني يبتدي صغير لغايه ما يكبر ويبقى زي الورم، زي السرطان اكتر. يعني السرطان ممكن يتعالج بالكيماوي، خد بالك، لكن ده ليس له علاج الا ان احنا نبدأ بالمرأة. ما الدكتور بيصور المريضة. ما انا هقول لك، ما هو ده عنده خلل تربوي، واخد بالك، ونفسي، ولازم يتعالج.